مرحبا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل المباراه كنا بنتفاعل مع جمهورنا من خلال توقعهم للنتيجه، توقعهم لاحسن لاعب في المباراه. محمد خيري واحد من الناس اللي بعتوا لي وقالوا لي وليد سليمان، ولكن في الدقيقه 70 يعني فرقت 20 دقيقه كده ولا حاجه، ولكن محمد خيري توقع ان وليد سليمان هيكون هدف 1-0 الاهلي وهو هدف اليوم. ولكن حقيقي يعني جمهورنا دائما بيتفاعل معانا بشكل كبير ودائما عنده ثقه بالفوز لفريقه. فقرتنا دلوقتي هي فقره التحكيم مع نجم التحكيم السابق بقى وحكمنا الدوري السابق كابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان مساء الخير عليكم، منور يا كابتن. مساء النور يا كابتن، حياتي دي. ازي حضرتك؟ اخبار الدنيا ايه؟ اخبار ماتش النهارده سهل برضه ولا؟ ماتش النهارده يعني الماتش اللي فات كان سهل. ماتش النهارده طبعا لا، ماتش النهارده طبعا مباراه من الماتشات الصعبه اللي بيبقى اي حكم عامل لها حساب جدا، ولجنه الحكام واتحاد الكره يعمل حساب لمباراه زي دي، ومباراه مهمه. وادار المباراه النهارده امين عمر الحكم الدولي، وكان معاه ايمن دجيش الحكم الدولي، واحمد حسام برضو الحكم الدولي، والحكم الرابع كابتن احمد العدوي، والحكام الاضافيين محمد الصباحي وسعيد حمزه. مباراه مهمه والنهارده دولي. يعني كابتن امين عمر ابن الكابتن محمد عمر ده واحد من المدربين مدربين نادي اسكو طبعا، النادي الاهلي في اسكو يعني وانا صغير. في اسكو طبعا وانا صغير كابتن محمد عمر طبعا واحد من المدربين المميزين يعني، عشان بس والجدير بذكر برضو ان امين لعب المباراه في الدور الاولاني، كان في دور لعب المباراه في الدور الاولاني ولعب في المباراه الدور الثاني، وده شيء عادي جدا على فكره، لان في بعض الناس بينتقدوا الموضوع. لا طبعا انتقاد ده ما ينفعش. يعني انا عن نفسي السنه اللي فاتت لعبت الزمالك والمصري رايح جاي والاهلي والاسماعيلي نفس القصه، فشيء طبيعي جدا الحكم طالما انه موافق يلعب. والحكم برضو من وجهه نظري هنا لو موافق يلعب كل اسبوع، مع طبعا مع بعض الحكام اللي لازم يطلعوا برضو ويبانوا طبعا على الساحه. فالنهارده المباراه صعبه، قبل بدايه المباراه فرقتين كبار اسم كبير، وكمان في الجدول الدوري مباراه مهمه، ده عباره عن الاول والثاني حتى هذه اللحظه. فانا شايف من وجهه نظري انا برغم صعوبه المباراه ادار المباراه بشكل كويس جدا، كان تعاون ما حسيناش بيهم، وطالما احنا ما حسيناش بطاقم التحكيم الحكام في الملعب يبقى المباراه نجحت تحكيميا معاهم. يعني اما نيجي نقول على مباراه صعبه، هل بتبقى مباراه صعبه عشان اسم الفرقتين ولا عشان الموقف نفسه يا كابتن؟ بص، اول حاجه الموقف، وبعد كده اسامي الفريق. يعني اهم حاجه الموقف، اللي انت ممكن يكون يعني اسامي الفرقتين كبار بس في نهايه الدوري فخلاص تبقى مباراه الى حد كبير بيبقى تحصيل حاصل، بس طبعا الغلط مش بيبقى مقبول برده من فرقتين، بس اهم حاجه في المباراه هو موقفهم من الدوري وحساسه المباراه موقفهم. وخلي بالك مباراه زي النهارده دي بتتلعب برده في فرقه ثانيه برده منتظره او فرقتين منتظرين النتيجه. ونفس القصه برده لو فرقه مثلا في القمه وفرقه برده في القاعه برده بيبقى اهميه المباراه مهمه جدا من حيث جدول الترتيب. طبعا انا بالنسبه لي الشوط الاولاني ده شوط التسللات. احمد حسام كان عنده اول تسلل في الدقيقه 8، يعني الحاجات اللي انا رصدتها معظمها في الشوط الاولاني هتلاقي في التسلل. بعد كده بص هنا التسلل واضح. التسلل ده على فكره برده مش من الحاجات السهله، لان احنا شايفين انها سهله، انما لو تيجي بالزاويه اللي بتبقى امام صدر الحكم صعبه. بص يا كابتن لحظه لعب الكوره الاثنين يعتبروا كشكل مبدئي ان هم على خط واحد، بس لو بصينا هنلاقي اللعيب بتاع النادي الاهلي سابق برجليه الشمال، سابق بجزء من جسمه، وفي هنا كده تبقى ليه افضليه. فبناء على ذلك طبعا موقف تسلل لازم تتحسب تسلل، زي ما احمد حسام عملها وكان مركز في اول مباراه. لما يجي لك تسلل في اول مباراه بكره زي دي بيفوقك بسرعه وبيخلي المساعد الحكم بيبقى ايه جاهز بقى لاي لعبه صعبه تيجي في بقيه المباراه. جميل جدا. اوف سايد يعني. طبعا تسلل سليم. بعد كده نيجي دي في الدقيقه المفروض في الدقيقه 26. اوكي النهارده امين بصراحه عمل حاجه حلوه جدا، عمل اتحاد فرصه كتيره قوي النهارده في المباراه. تمام، بس لما تظهر عندنا في الشاشه هنبص هنا الكرة، يعني تحركاته برضو النهارده ومساعدته مع المساعدين الحكم النهارده كانت واضحه جدا النهارده. فدي طبعا سهلت له من مأموريته، ان تحركاته اللي كانت في الملعب كانت كويسه جدا. بص الجري بتاعه بصراحه نموذجي النهارده. هنا طبعا هنا لو اللعبه دي على اساس ان انا جايه انه خبط فيه وهو بيجري ده شيء طبيعي جدا لما يخبط فيه ما فيهاش مشكله، يعني مش شرط ان اللعيب هو اللي جاري فيها صح. يعني انا كان في لقطه كنت عايز اجيبها لك، حكم الدوري تقريبا الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي وهو بيجري اللعيب خبطه فوقع فالحكم راح ضارب اللعيب. طبعا ده سلوك غريب. انا شفتها فعلا كان في الدوري الفرنسي فعلا. شيء غريب جدا يعني. احنا نيجي هنا برضو دي يا كابتن هرجع لك للقطه اللي انا بقول لك عليها، بس خلينا نعلق على طبعا دي تسلل برضو تاني برضو احمد حسام برضو مساعد الحكم رقم 2، والتسلل برضو من الحاجات المهمه برضو تيجي الحكم بتدي له ثقه في بقيه المباراه.
تسلل واضح طبعا ممكن اللي ماشيها، انما حضرتك بتتكلم على الماتش في الدوري الفرنسي تقريبا. طبعا انا دي عمري في حياتي ما شفتها ان الحكم او اللعيب خبطه من غير قصده، يعني حضرتك لو تتفرج على الكره دي اللعيب خبطه من غير قصده تمام، فالحكم وقع شيء طبيعي جدا، الحكم وقع وبعد كده اللعيب افتكرها مقصوده، افتكرها مقصوده بجميع الاحوال ما ينفعش يشنكله. انت حضرتك شفتها ما جه شنكله وخبطه خبطه طبعا غريبه جدا، وكمان اداله كارت الاصفر بعد كده كارت احمر، فكانت شكلها طبعا مش كويسه. صحيح. واللي انا عرفته بعد كده الحكم ده توقف لنهايه الموسم طبعا، ممكن توصل للشطب طبعا يعني دي مش موجوده في القانون. صحيح. دي لعبه بعد كده التسلل طبعا لعميد الحكام ايمن دجيش، طبعا مساعد ايمن عنده خبره عاليه جدا في التسلل كمان ومن خبره كبيره جدا من الحكام اللي كنت العب معاه ببقى مطمن لهم يعني سواء فاولات جنب او تسللات. بص هنا التسلل برضو على المسافه بعيده وايمن بيشاور، حتى لو التسلل ده برضو بيبقى سهل بس بيبقى مهم جدا للحكم في بدايه المباراه، برضو دي بتدي له برضو ثقه في بقيه المباراه. فطبعا كان تسلل واضح عند ايمن زي ما قلت حضرتك، ده الشوط ده كان معظمه تسللات يعني، وحتى لو العاب سهله بس برضو بتدي ثقه للحكم ومساعد الحكم. بعد كده دي كره كانت في نص الملعب اللي هي بتاعت عبد الله سعيد، وده في هنا طبعا خطا، وفي امين هتلاقيه قريب جدا من الخطا واحتسب الخطا، وبعد كده بيدي انذار للتهور. خلاص انت يا عبد الله انت لعيب كبير، الحكم سو عبد الله يعني برضو اللعبه اصلها كابتن مؤذيه قوي، فانا حاسس بعبد الله وهو بيلعب اللعبه دي خوفه على رجله ان هو يبقى موجود في الملعب باستمرار. انا معاك بتخلي اللعيب، انا معاك يا كابتن محمد بس انا هقول حاجه واحده بس. الكره دي بتحصل في كل ملاعب العالم والحكم بيدي فيها خطا وبيدي فيها انذار. بص يا كابتن، لا ما بص القعده دي انا شايف يعني مش عايز اقول يعني بعد الشر على عبد الله دي صليبي، الحمد لله ربنا ستر، الحمد لله طبعا يعني. ربنا ستر، بس انا بتكلم في رد الفعل. هل الكره دي ما بتشوفها في الملاعب اللي بره ده رد فعل اللعيبه الاجانب بعد القرار؟ والله بيقوموا برده يا كابتن بيتكلموا يعني برده باسلوب، خلي بالك النجم يا كابتن انا بشوفها يعني عشان بس ما نجيش على لاعبنا المصري بس. لا 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 انا بتكلم، انت عارف انا بتكلم واضح. النجم بيبقى ليه عليه ضريبه تمام، بيبقى مثال لاي حد، والحمد لله هنا ربنا ستر وخلاص، وهو عبد الله اطمن على رجله الحمد لله. الحمد لله مش بعدها يعني بتبقى العمليه المفروض تبقى اهدى كده شويه، لان اكيد برضو اللاعب مش قاصد انه ياذيه، والدليل على كده الحكم على طول اداله كارت اصفر للتهور. بعد كده يعني اما فيش اخطاء كتيره خلاص حصلت في المباراه. ده هنا بقى في الشوط الثاني، اوكي دي في الدقيقه 48. بص يا كابتن انت تحت فرصه جميله ازاي، بص اللي يبين حكم عن حكم في الموهبه بتاعته هو الحكم زي اللعيب، الحكم الموهوب اللي يدي اتحاد فرصه كتيره في الملعب لصالح الفرقه. انت مش كل شويه لازم تصفر، انت كل ما تصفر بتعطل اللعب متعه. بص هنا يا كابتن في فاول، في هنا فاول، بص هنا اللعيب بتاع النادي الاهلي اتضرب ولازم تبقى حسب فاول، بس امين لقى ان اللعب ممكن يمشي، ممكن تستمر هجمه، فهتلاقي لو الاعاده تلاقي امين مشاور الاشاره السليمه للاتحاد الدولي قايل عليها تمام لاتاحه الفرصه. هنا دي اللعبه، بعد كده دي كره عاديه، وبعد كده بص هنا في خطا، حكم ادى امين مشاور بيده لاتاحه الفرصه واتلعبت لين، هو قرا اللعبه يعني بيقرا اللعبه الثانيه زي المدرب بيقول لك العب على اللعبه الثانيه. الحكم برده بيلعب اللعبه الثانيه، بيبقى شكلها كويس لما بيدي اتاحه فرصه. وبعد كده بقى عندنا في الدقيقه 49 هنا خطا، بص هتلاقي برضو امين ربنا كان موفقه ورا الخطا على طول، كان خطا على لعيب بتاع النادي الاسماعيلي. وطالما يا كابتن محمد اتفقنا لو اللعيب قريب، لو الحكم قريب من الكره اي قرار هياخده حتى لو في شك هيبقى قرار مقنع عشان قريب من الكره، زي الكره دي طبعا هي طبعا كره فاول خطا واضح على لعيب بتاع النادي الاهلي، هتلاقي حكم قريب منها بيحتسب الخطا، صعب قوي لعيب هنا يعترض، مش بيديله فرصه في الاعتراض. بعد كده عندنا تسلل تاني عند ايمن دجيش في الدقيقه 57 بسهوله، خلاص تلاقي اللعيب مقتنع طالما ان المساعد الحكم واقف في مكان سليم، والتسلل طبعا سهل على ايمن، واحد زي ايمن تسلل عليه ده سهل جدا خلاص، ودوبك بيبقى فيه تناغم برضو اول ما الحكم مساعد يرفع الراي والحكم يصفر معاه، دي بتدي راحة نفسية للفريقين. بعد كده هنا في خطأ لصالح النادي الأهلي، لصالح النادي الإسماعيلي كان في الدقيقة 64، وهنا لعيب نادي الإسماعيلي
حسن عبد الرب بيطالب هنا بانه عاوز ياخد كارت اصفر. طبعا حته الشد من الفانيلا اللعيبه لسه لغايه دلوقتي فاكرين على القانون القديم ان اي مسكه او اي شد من الفانيلا يبقى فيها كارت اصفر. لا طبعا الحاجات دي اتعدلت بقى لها اكتر من 3 سنين. طالما ان بس بدي انذار في شد مسك اللاعب او شد الفانيلا لو في بروميس اتاك او الهجمه بتتكلم على هجمه واعده. طبعا هنا ما فيش اي نوع من الهجمه الواعده دي خلاص دي اتلغت القصه دي. ده هنا طبعا حسني بيقول له لا انذار. لا طبعا حسني بقى لازم عارف لا دي لو في هجمه واعده كره في نص ملعبه فشل. هنا بقى كابتن كره غريبه احنا بنعملها في الدوري المصري مش عارف ليه الركله الركنيه بنحط الكره خارج الدايره. انا مش فاهم يعني يعني ال 15 سنتي ولا ال 20 سنتي. بص يا كابتن هي بره المفروض على الاقل تبقى لمسه خط. هي كده بره مش لمسه الخط. هل بقى الحكم ما يشوفهاش من هنا؟ ايوه ما يشوفهاش بس دي انا بقول لك سلوك لاعب. يعني هل مثلا ال 15 سنتي ده هيفرق معاه؟ فطب ليه انا بتكلم برضو بعيد كده يا كابتن؟ احنا بجيب الحالات الايجابيه والسلبيه اللي في ناس لعيبه صغيره بيتفرجوا. لعيب صغير في الناشئين اول ما يشوف الكره دي بكره او يوم الجمعه في دوري الناشئين هتلاقيه ايه بيقلد لعيب الدوري الممتاز اللي بيعملها. فدي حاجات بسيطه يا ريت ما تبقاش موجوده في ملاعبنا. جميل جدا يا كابتن. بعد كده بقى في الدقيقه 71 هتلاقي برضو في الكره دي هتتلعب في تسلل برضو سليم على الماتش كله تسللات. ما انا قلت لك اه هنا بص هنا بقى تحت الفرصه دي يا كابتن. اه بص تحت فرصه جميله جدا هتلاقي لعيب النادي الاهلي عمل ارتكب مخالفه واضحه مع لعيب نادي الاسماعيلي. بص اتلعبت هنا وبعد كده هتلاقي في الكره هتروح نص الملعب بس احنا مسابقين بشويه اهو لعيب بتاع النادي الاهلي. بص يا كابتن خطا خطا واضح قصاد الحكم ادى تحت فرصه ليه؟ لان شايف ان في ممكن تبقى هجمه لفريق الاسماعيلي وادى فعلا الهجمه بس طبعا لعيبه الاسماعيلي فضلوا انهم يوقفوا اللعب عشان يطمنوا على اللعيب بتاعهم وادى الانذار. ده الجميل فيها بقى انه بيرجع ايه للعقوبه الاصليه بتاعه الانذار عشان هنا لازم الفرقه الثانيه تاخد حقها. انت عملت خطا ما ينفعش انت تستفيد منه بس تاخد ايه الجزاء بتاعك اللي هو كارت اصفر. طبعا الانذار ده طبعا بسبب التهور. بعد كده دي في الدقيقه برده هنا برده هنا في اتاحه فرصه شايف اتاحه فرصه وخلي اللعب تكمل. ده اللي جاي الهدف ده يا كابتن كره الهدف. لا دي لسه دي كره الهدف. اه دي بس دي مركبه في الاولانيه. اه بص هنا بقى انا دي كمان كابتن جايبها ليه؟ اول حاجه تحرك الحكم الاضافي اللي بره تمام ونرجع. انا كحكم احب اتفرج على الكره زي دي ليه؟ فيها حاجتين. اتاحه الفرصه الاول اداها امين عمر اللي هي قبل الكره هي دي تمام. بعد كده بص الحكم الاضافي يا كابتن عمل ايه؟ بيجد زاويه دخل الملعب عشان يشوف الكره كويسه عشان قبل كده احنا شفنا اخطاء حصلت قصاد الحكم الاضافي وما شافهاش. هنا طبعا احنا قاعدين عشان حكم كوره فاهم فحتى وهو حكم اضافي لازم يوجد له فرصه. دي هنا اتلعبت لسه بعدها برده فيها لقطه كويسه برده للحكم الاضافي. اوكي بص يا كابتن لعيب بص الخطوتين اللي بره دي اما قعد ويرجع لبره دي عشان يشوف برده زاويه كويسه يوسع يعني له يوسع له يوسع للعيب ويوسع لنظره هو يقدر يشوف كوره زي دي. ودي الحالات النهارده اللي انا شفتها. يعني انا شايف الحمد لله عدت اه طالما ما حسيناش مفيش ما حسيناش واحنا بنتفرج على المباراه حسينا حد من افراد طاقم التحكيم وقف المباراه لاي سبب من الاسباب فخلاص كده يبقى يعتبر الناس نجحوا الحمد لله مفيش قرارات اثرت على نتيجه المباراه. والقرارات تاثير على نتيجه المباراه مش لازم يبقى ضربه جزاء ممكن يبقى في اوت غلط ياثر على نتيجه المباراه او تعطيل المباراة. حتى الهجمات بالنسبه للفريق ممكن يكون بالزبط. محتاج الفوز صحيح بالظبط. يعني انا النهارده شايف مستوى الحكام كان من وجهه نظر انا يعني كان افضل من مستوى كام في الفريق. تديهم كام تقييم كده؟ بص كاجمالي النهارده اخدهم على بعض لا ممكن يوصلوا 90%. لا 1-1 بقى 1-1 خلاص يبقى امين 9 من 10 وايمن 9 برضو من 10 10 خلاص يعني. ايمن ده حبيبي بس ايمن جميل يعني وتلاقيه بيسمعنا دلوقتي فده جميل يعني بس ايمن حكم بصراحه. واحمد حسام طبعا برضو 9 من 10 كور جات له كلها نجح فيها ما كانش في حاجات مؤثره النهارده عند صباحي غير في اول كوره بس كان في خطا قصاده بس هو كمل لعب لانه كان سليم. وسعيد حمزه برضو كان موفق النهارده في المباراه. سؤالي بقى اللي دايما بسأله كابتن في بعض الحالات او الكرات اللي بتبقى غريبه عن رؤيتنا احنا كلاعبين وعن جمهور بتبقى في حاجات كده غريبه. كوره موجوده ضربه او فاول عادي موجود المدافع بيلعبها وهو بيلعب يعني بيلعبها رجعها لحارس المرمى حارس المرمى ما لمسهاش ودخلت جوه الجول تتحسب ايه؟ جول؟ حارس المرمى بتاع زميله تعزميله حارس المرمى بتاعه يعني اللاعب بتاع مثلا الفريق الابيض بيرجعها لحارس المرمى بتاعه الابيض وما لمسهاش وفضلت ماشيه الكوره لغايه لما دخلت الجول طبعا هي ده تتحسب ركله ركنيه
غريبه، ما تحسبش هدف سواء الكره دي ركله حره مباشره او غير مباشره، لان في مبدا المخطئ لا يستفيد من خطاه. المخطئ الاولاني اللي عمل اتحسب عليه خطا، فبعد كده انت حسبت له فاول. الكره دي ما تحسبش منها هدف داخل مرمى، تتلعب بركله ركنيه. دي يا كابتن جميله، مهم جدا يعني ان احنا كل مره بنعمل حاجه زي كده. لو خلي بالك وما حضرتك بتسالني انا ببقى قلقان برده، يبقى السؤال صعب وممكن اصل في حاجات بتقع برده في الذاكره. طبعا انت على طول يا كابتن ما زلت بتتابع القوانين. انا لما كنت بحكم كنت بتابع، بس لما خلصت التحكيم بقيت اتابع اكتر، لان انت عندك في اسئله مش بتحصل بس ممكن تحصل في المباراه. موضوع اللي ما بيحصلش ده وجت في ماتش من الماتشات تبقى مشكله كبيره. طبعا لازم الحكم بيبقى ملم، لازم الحكم يبقى ملم. انت في كور بس يعني انا نصيحه برضو للحكام اللي عاوز يبقى حكم كويس لازم يلعب ماتشات ناشئين كويس، عشان الاخطاء اللي بتحصل في ماتشات الناشئين مش بتحصل في المستويات الاعلى. يعني اسهل مستوى تحكيمي انت تحكمه في الدوري الممتاز الف، بيبقى صعب شويه الممتاز به، الدرجه الثانيه والثالثه بيبقى صعب قوي قوي. فلازم يبقى الحكم صاحي واوير بكل المستجدات الجديده في القانون وبيتمرن فيها. يعني ضربه ركنيه لو انا لعبت فاول لحارس مرمايا، ركله ركنيه احنا بنتكلم فاول مش ركنيه، فاول ولعبتها ركله حره مباشره دخلت تتحسب ركله ركنيه. لا هو الاصعب منين بقى دي يا كابتن محمد؟ لو لعيب من المدافعين جري راح مسكها بايده على خط المرمى، ايه بقى تحسبها ايه؟ ما اعرفش. ضربه جزاء المفروض. ضربه جزاء. طب اللعيب هتعمل فيه ايه؟ اللعيب ما طرد. ليه؟ ما طرد، ما منع عشان منع هدف؟ لا ده مش هدف. هو لو كان سابها كان لعبت ضربه ركنيه. طب دي ذكاء بقى كابتن، يبقى عارف القانون. اشكرك كابتن نواف، شرفت دايما بستمتع بيك كابتن سمير، ويا رب ان شاء الله تبقى الامور كلها سهله على الحكام في كل المباريات. كل المباريات احنا عايزين، هو عنصر مهم جدا، والعنصر ده لما بيبقى مميز ومتالق اعتقد المباريات بتمشي بشكل جيد جدا. اشكرك كابتن سمير نواف، شكرا جدا كابتن محمد. شكرا يعني الحمد لله النهارده فوز مهم في حضور مجلس اداره النادي الاهلي بكامل، كابتن محمود الخطيب كان متواجد، كل مجلس اداره كان متواجد. يا رب الفوز والفرحه تبقى موجوده على طول وباستمرار لجمهورنا ومجلس ادارتنا ولاعبتنا والجهاز الفني وجهاز الكره بشكل كبير، منظومه متكامله بنشتغل كتيم وورك موجود في النادي الاهلي عشان نوصل لمرحله جيده جدا، وده اللي احنا محتاجينه سواء بقى في صفقات، سواء في لعب، سواء في كل الالعاب اللي موجوده، وده الاهم. النهارده 3 نقاط بنوصل للنقطه 51، وبيستقر النادي الاسماعيلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطه. ان شاء الله المباراه القادمه عندنا مباراه الاتحاد ان شاء الله هتكون يوم الاحد، ثم المقاولون العرب، والمقاولون العرب مباراتين متتاليتين بالنسبه للنادي الاهلي، واحده مؤجله من الاسبوع السادس وواحده بقى من الدور الثاني. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا، ومبروك ليكم ومبروك للنادي الاهلي. افكر حضراتكم بمباريات الاسبوع ال 22 اللي هتبتدي ان شاء الله يوم الجمعه، لسه في بكره. طبعا اذكر حضراتكم بس ان في بكره مباراه المصري البورسعيدي وطلائع الجيش وامبي والزمالك في ختام الاسبوع ال 21. مباراه الجوله ال 22 ان شاء الله هتكون يوم الجمعه، مقاولون العرب والاسيوطي سبورت وبتروجيت وسموحه والنصر وادي دجله. السبت ان شاء الله هيكون الاسماعيلي والانتاج الحربي. الحد ان شاء الله هيكون الرجاء والداخليه وطلائع الجيش وامبي والاتحاد السكندري والاهلي ان شاء الله والزمالك وطنطا. يوم الاثنين ختام مباراه الاسبوع ال 22 ومباراه مصر المقصه والمصري بورسعيد. كنا معاكم من خلال استاد الاهلي قبل واثناء المباراه وبعد المباراه، وفرحه فوز مهمه جدا لكل الاهلاويه. استنونا دايما من خلال استاد الاهلي. تصبحوا على خير. السلام عليكم.